مشاهدي قناه شبت في الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نسول الناس. اليوم مؤخرا سمعنا نقاش كبير كيدور على واحد العمله الكترونيه جديده سميتها بيتكوين. داكشي علاش خلت نسول الناس شنو كيعرفوا على هذه العمله. نتابعوا ارائهم ونرجع لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اش اخباركم وركاني؟ الله يحفظك. مش كتصنت؟ لا والو صافي بحالك بحال نضادري. واه نضادري بحال نضادرك. واو خصنا نتبادلوا. والله يجي نتبادلوا. بغيتي نتبادل ياك؟ ما دير شو. لا نمشي شو اصاحبي. راسك كبير. اه انت راسك صغير اصاحبي. ياك نخليهم. اش اخبارك؟ دير لامارك ولا الرياضه؟ مجوج. سبور ولا الرياضه؟ مجوج. والمهم هو اللي صوتي. بغيت نسولك واش عندك شي معلومات على العمله الالكترونيه بيتكوين؟ تنعرف انا واحد الاوكلاس ديال بيسكوي عمري ما سمعت. تنعرف بيسكوي ها ناريس. انا كافا بيتوين قالك الماركت بيكالاس. صافي صافي. واخا عمرك سمعتي بهذه العمله الالكترونيه؟ لا لا ما سمعت بها. لا ما عرفتهاش. عمرك سمعتي بها؟ لا لا عمري سمعت بها. عمرك سمعتي على عمله الكترونيه؟ سامع ولكن معاقل. شكون عقل؟ عرف انا الفلوس الدرهم السقفه ما كنعرفش العمله ديال الدرهم. الدرهم صافي هادشي اللي كنعرف انا. واخا الا قلت لك راه عمله الكترونيه شنو تقول لي؟ العمله الالكترونيه؟ عمله الكترونيه؟ وا يعني ديال لي زيسونس اللي كانوا باغ انترنت. باغ انترنت ولكن واش معترف بها رسميا؟ عمله دوليه. لا صراحه لا. عمرك سمعتي بها؟ سامع بها ولكن ما عنديش عليها شي حاجه. انا فهمتي ما عارف علاش كنسمع هاد التسميه ديالها ولكن فهمتي ما عارف لا والو. لا لا انا كنعرف التكوين. التكوين المهني؟ اه ولي كنعرف. لا لا ناوي تقرا به؟ ناوي ان شاء الله. عمله هي 10 دراهم في شغفه هذاك الشيء ديال الله صافي. ياك شي حاجه اخرى؟ لا صافي. والتكوين كنعرف التكوين المهني. هي عمله كتكون في الانترنت ياك. هي عمله جديده كدير 8 ياك كدير 8300 دولار بور شاك بيتكوين. ولكن باش تاخذها خاصك تخدم بزاف، خاصك بزاف الوقت. ولا قلت لك هذه راه عمله الكترونيه كنقدروا نتعاملوا بها في لي زيسونس ولا المعاملات الماليه عبر الانترنت. واه الله يسهل عليهم خويا. اش نقول لهم؟ ياك الله يجيب لهم التيسير. الله يجيب لهم التيسير. تبارك الله. عطاهم غير شويه معاهم. اش بغيتي نعطيك؟ شي عمله حنايا ياك. اه الله يزيدهم. راه فلوس. الله يزيدهم شي على شي. ياك صافي صافي. انت بعدا ما عارف لا واحد. لا ما عارفهاش انا. عرفت حيت كنت باغي نقلب على خدمه في الانترنت ولقيتها. لقيتي الخدمة ولا لقيتي العملة؟ لقيت الخدمة في هاد العملة هادي اللي تقدر تصرفها في الدوبيز. ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام. كيف سمعنا فأغلبية الناس ما قدروش يكونوا عندهم معلومات على العملة الإلكترونية بيتكوين. نقدروا نقولوا لأنها عملة إلكترونية تم إصدارها في سنة 2009. يمكننا نقارنها بجميع العملات كالأورو والدولار ويمكن المعاملة بها باغ أنترنت. فهكذا كنكون وصلنا لنهاية الحلقة. نتلاقاو إن شاء الله في حلقة جديدة مع شوية جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.